احنا كأردنيين واقفين خلف قيادتنا الهاشمية برفض صفقة الطرق فيما يخص المساس في القدس وما يخص الوصاية الهاشمية على مدينة القدس. الوصاية الهاشمية من بداية الدعوة الإسلامية وهي القائمة على القدس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش وحافظة الإسلامية على هذا الحق في أيام الأمويين والعباسيين وحتى الفاطميين، وستبقى الوصاية الهاشمية وخير من قام بحماية القدس من هاشميين وجاءت الملك عبد الله الثاني وقبله الملك الباني الملك الحسين أبو عبد الله. ونرفض ما ورد في صفقة القرن فيما يخص ملف اللاجئين. الآن ملف اللاجئين منع اللاجئين من عودة إلى ديارهم وإسقاط حق العودة عن اللاجئين بذريعة إنه في اليهود هذول لجأوا من بلاد ثانية ورجعوا إسرائيل. يا إخوان الحكي هذا مجرم تاريخيا. الآن فلسطين من الجنين ولا من كرم ولا من القدس لما يكون لجأ على عمان ولا على السلط ولا على إربد، هذا شو ذنبه إنه تعاقبوه بدل واحد يهودي انطرد من بولندا او من بغداد او العراق؟ هذا ظلم حق الاخواننا الفلسطينيين. تحيا فلسطين، تحيا فلسطين، تحيا فلسطين، تحيا فلسطين، حق العودة لكل اخواننا الفلسطينيين. واحنا كدول مستضيفة للاجئين احنا ما كنا سبب في معاناة اليهود، لانهم هم الان بيدعوا مدعين اللاسانية، مدعين الناس اللي بتدعو وبتدعي بالحفاظ على اللاسانية انه رفضنا لليهود. لو رفضنا مشكله اللجوء هو رفض معاداه للسميه، لا احنا كدول حاضنه للاجئين احنا ما كان عندنا اي مشكله، احنا ما عملنا مشاكل، احنا ما عملنا مشاكل لليهود. وسبب لجوءهم مش عندنا، ونشدد على اردنيين ومن اهل زحاف مثلنا مثل باقي كل الشعب الاردني وكل الشعب الفلسطيني على رفضنا لصفقه القرن، على رفضنا على الاتحاد الامريكيه، لانه الامريكان الان والاداره الجمهوريه الان الموجوده اداره غير عالمه بالتاريخ. القدس مدينه عمرها 5000 سنه والهاشميين قاده العرب من 3000 سنه. فانت محتاج تيجي دوله عمرها 200 سنه او 300 سنه تفرض املاءاتها. ان شاء الله ان شاء الله ما راح تمر هالصفقه، ودير بالك وتستهينوا وقدرتنا كاردنيين وقدره الشعب الاردني والسياسه الاردنيه والسياسه الخارجيه الفلسطينيه اذا تعاونوا انهم يحفظوا كل هذه المؤامرات. كثير تعرضت اوطاننا لكثير من المؤامرات وكانت قياداتنا ودولتنا قدر. احنا دولة قوية. احنا بنمر بمشكلة اقتصادية، بس احنا دولة قوية، احنا مش دولة كرتونية. احنا دولة قوية، مش دولة كرتونية، وقادرين نحبط كل المؤامرات اللي بتهدد وجود الأردن. الأردن ولد بالنار والله مش راح ينحرق بالنار. عودة عودة يا فلسطين، عودة عودة يا فلسطين، عودة عودة يا فلسطين، عودة عودة.